هذا اخر واحد استجستوما مانسوني، هذا الايك. شلون نفرق المانسوني عن الهيماتوبيبيوم؟ قلنا من الاهم شيء السباين. هنا راح يكون لاترال شويه باشون، لاترال سباين ما جاي من البدايه مالته، زين ما جاي من البدايه، بينما ذاك بالمانسوني كان تيرمينال، زين هذا صاير لاترال. هي هاي اهم شيء حتى تفرق الاستجستوما مانسوني عن الهيماتوبيبيوم. فاذا هذا استجستوما مانسوني ايك وبي اللاترال سباين.